إذا نرحب بضيفنا الدكتور عصام عبود استشاري الجراحة العامة والمناظير الجراحية بمستشفى الإمارات في الجميرة، وموضوعنا عن سرطان المعدة. حينما نتكلم عن سرطان المعدة نتكلم دائما سواء سرطان المعدة أو أي أورام أو حتى أمراض، نتكلم من الناحية الوقائية، من ناحية التشخيص الباكر، من ناحية أيضا كيفية إدارة هذا المرض في حال الإصابة به. إذا السلام عليكم دكتور عصام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالدرس. أيا كان المرض الذي يصاب به الشخص، سواء كان مرضا بسيطا أم لا سمح الله مرضا خطيرا، فعلينا دائما أن نعرف كافة المعلومات المتعلقة بهذا المرض. دكتور عصام، تكلمنا الأسبوع الفائت عن سرطان المعدة لكن كان الكلام يعني سريعا، نذكر بأهم الأسباب وأيضا المظاهر السريرية لسرطان المعدة. نعم، مثل ما هو معروف أنه القول الشائع عند المجتمع أنه المعدة هي بيت الداء، هي أول من يستقبل بعد المريء يستقبل الطعام. طبيعة الطعام اللي يتناول الإنسان واحدة من أهم العوامل المسببة في حالة أن تكون هاي الأطعمة ذات تأثيرات سلبية. طبعا هناك أكو قسم من هذه الأطعمة تستخدم بطرق مختلفة لتحضيرها، كأن تكون ذات ملوحة عالية أو أن تكون مدخنة مشبعة بكميات كبيرة من الدخان. هذه طبعا كلها تعتبر مواد تكون فيها مادة يسمونها النيتريت، وهذه المادة تتحول بالبكتيريا الموجودة في المعدة إلى مادة أخرى يسموها نيتروسو، وهي المادة المسرطنة، وهي نفس المادة اللي تطلع أيضا من الدخان السجائر اللي يتناولوها قسم من الناس. الفواكه والخضار اللي تحتوي على مادة اسمها الأسكوربيك أسيد أو الفيتامين سي ومكوناتها، هذه تعادل هذه المواد وتقلل من تأثيرها. لكن وجود البكتيريا في المعدة يؤثر على إنتاج هذه المادة في من استخلاص هذه المواد من الفواكه والخضار اللي يتناولها الإنسان. إذن الفواكه والخضار والأكل الطازج هو واحد من أهم عوامل الوقاية من الأورام بصورة عامة كأي أورام. يعني التقليل من المواد اللي تتحول إلى مواد بها مواد حافظة من المواد النيتريت اللي هي تعتبر من ضمن المواد المسرطنة. البكتيريا المعدة بحد ذاتها هي واحدة من أهم الأسباب للأورام اللي هي تسمى البكتيريا الحلزونية أو الإتش بايلوري. هذه بفترة الأولى من العشر سنين الأولى تكون تولد التهابات، وبعدها تتحول إلى قرح، وبعد مرور أكثر من 20 سنة راح تكون هي واحدة من أهم أسباب سرطان المعدة بالطريقة اللي تناولناها حديثا. طبعا حفظ الأغذية واحد من أهم الأسباب اللي تكلمنا عنها، ووجود الثلاجات وغيرت من طريقة حفظ المواد بدل تمليح اللحوم والأسماك الكميات الكبيرة اللي كانت ما زالت بعض القرى وبعض الناس الموجودين في مجتمعات مختلفة معتادين حتى الآن على هذه الأنواع من التحضير الأغذية. هناك بعض المشروبات يعني كأن تكون في جنوب شرق آسيا، هناك بعض المشروبات الكحولية ذات التأثير المسرطن تماما يعني، وتجعل هذه المواد شائعة في المجتمع، أيضا الأورام تكون عندهم شائعة. طبعا هذه عمليات المعدة، يعني كل عمليات المعدة بحد ذاتها تقلل من نسبة الأحماض اللي موجودة في المعدة، و يعني حركة الأغذية في داخل المعدة بالتأكيد راح تتغير فسلجة المعدة، وأيضا ذلك تحتاج كل المرضى اللي يجون لهم عمليات في المعدة إلى المتابعة بفترات يعني متقاربة، لأنه هذه الحالات تكون دائما عرضة إلى تكون الأورام. هناك زوائد لحمية تكون في المعدة، أيضا نتوءات لحمية كنتوءات، هذه النتوءات بعد فترة أيضا تتحول إلى أورام. هذه كلها عوامل مسببة أساسية للأورام.
نعم. إذن هناك عوامل متعددة للإصابة بسرطان المعدة، ودائما الوقاية والتشخيص الباكر هنا الأمران الهامان جدا، وهذا الأمر طبعا بإمكان يعني كل شخص أن يتخذ التدابير الوقائية، وأيضا ألا يهمل أي عرض بما في ذلك طالما نتكلم عن المعدة، حموضة أو حرقة المعدة أو أي عرض من الأعراض التي تحدث في الجهاز الهضمي، مراجعة الطبيب مباشرة لتفادي أي مخاطر، وأيضا حتى ما نعالج فقط العرض ويبقى السبب وبالتالي يزداد المرض ويزداد حدة يتطور ونصل إلى مرحلة يكون يعني القرار حتى صعب حينما يخبر الطبيب المريض بالحالة المرضية التي وصل إليها. دكتور عصام، هل هذا الكلام صحيح؟ أي نعم. بالتأكيد الأورام بحد ذاتها تبدي بحالة مبكرة، تبدي بمجموعة خلايا قليلة فقدت قابليتها على الثبات في الانشطار أو في الانقسام لهذه الخلايا، ولكون هذه الخلايا سريعة النمو راح تزداد ولها ما لها قابلية أن تلتصق مع بعضها بالشكل مثل باقي أنسجة الجسم، فلذلك تكون هذه الخلايا عرضة إلى الانفصال عن المكان هذا ومغادرتها ووجودها في مكان آخر من الجسم. يعني هو هذا السبب اللي هو يجعل الأورام دائما تكون منتشرة في الجسم بسبب عدم التصاق هذه الخلايا السرطانية مع بعضها مثل باقي أنسجة الجسم. فتكون العلامات هي علامات بسيطة، خاصة عندما تكون بدايات الأورام مثل باقي الأورام الأخرى، لكن ورم المعدة هناك بعض العلامات اللي يحس بها المريض. أنه هناك أول شيء أنه إحنا دائما نتعامل مع كل مرضى اللي هم بعد 40 سنة أنه يشكي من حموضة كثيرة، هذه الحموضة قد تناول عليها بعض الأدوية وشاف ما فيها أي تحسن أو استمرت، بالتأكيد يجب أن يتحرى عن الموضوع هذا بشكل أساسي. فقدان الوزن يعني لاحظ المريض نعم يفقد وزنه بدون مبرر، ألام البطن كان يحس بانتفاخ أو ثقل، أو قسم من الحالات توصل إلى مرحلة أن يحس جزء من مثل الورم يحس في كتلة صلبة في البطن. نعم. الغثيان والقيء أيضا قد أن يصاحب هذه الحالات. فقدان الشهية ماكو عنده أي علامات أخرى، لكن يبدي يحس بفقدان الشهية. قسم من المرضى إذا كان الورم في أعلى المعدة وقريب من المريء راح يلاقي بعض الصعوبة في البلع أيضا. هناك قسم من الحالات تأتي بحالة إعياء، المريض دائما يحس أنه هو نفسه بسهولة أن يتعب، وبعدين بعد ما يجرى فحص يشوفوا أنه عنده فقر دم ويأخذ أدوية مقوية لنسبة الهيموغلوبين وغيرها من الأدوية ويتركوا السبب المؤدي إلى هذا فقر الدم أو هذه الأنيميا، وبالتأكيد يكون هو هناك ورم موجود في المعدة ويتنزف هذه المعدة بكثرة، وذلك الدم في البراز التحري عنه و يعني الدم المختفي أو الدم اللي يكون ظاهر، وهناك قسم الحالات أن يكون الخروج لونه أسود أيضا. نعم. قسم من هذه الحالات ممكن يصير عنده تقيؤ دموي أيضا نتيجة الغثيان والقيء، والورم أيضا ينزف ممكن أن يكون عنده تقيؤ دموي. نعم. ممكن أن يحس هناك كتلة موجودة في أسفل الرقبة يعني أعلى الصدر فوق عظم الترقوة من جهة اليسار، هذه طبعا واحدة من العلامات انتشار هذه الأورام إلى وصلت إلى هذه الغدة الليمفاوية الموجودة في هذا المكان. نعم. أو يحس أن هناك كوفد نوع جسم صلب في أعلى البطن من جهة اليمين، عندما تكون هناك تضخم في الكبد أيضا يحس بثقل في هذا المكان، من يروح عند طبيب راح يتأكد يشوف أنه قسم من هذه الحالات أن يأتي بمتحالات متأخرة يكون هذا الورم عبر الجدار المعدة ووصل إلى الكبد ووصل إلى تجويف البطن، فيكون هناك آلام شديدة في البطن حادة وقوية مصحوبة أيضا بقسم من هذه الأورام أن تلصق على المستقيم وعلى المبايض بالنسبة للنساء،
فيكون هناك ألف في البطن أيضا هناك آلام أخرى. نعم. فبالتأكيد هي علامات صعبة للإنسان هو أن يشخص الحالة هذه يتطلب من أذها، لكن إحنا نتكلم عنها بصورة عامة إنه كل هذه العلامات تستوجب على المريض أنه مراجعة الطبيب في نعم. فترة مبكرة يعني نعم. قبل أن تتقدم الحالة بهذا الشيء. نعم، ودائما نذكر بعدم إهمال أي عرض وعدم اللجوء لا إلى المسكنات ولا إلى مضادات الحموضة ولا إلى الأدوية المخففة للآلام أو حتى المضادة للتشنج أو الخافضة للحرارة. دائما يجب أن نعرف السبب، معرفة السبب تتم في عيادة الطبيب أو في قسم الطوارئ أو في المستشفى، فمراجعة الطبيب أمر هام جدا. بعد الفاصل نتابع حديثنا مع الدكتور عصام عبود استشاري الجراحة العامة والمناظير الجراحية بمستشفى الإمارات في الجنة. السلام عليكم دكتور عصام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، نعيد التذكير بالأعراض الباكرة وأيضا يعني جرس الإنذار الخاص بسرطان المعدة، من فقدان الشهية إلى فقدان الوزن غير المبرر. دكتور، ما هي أيضا الأعراض الأخرى؟ نعم، هو طبعا اعتيادي هناك آلام في البطن على البطن، ممكن يكون هناك حموضة خاصة بعد عمر الأربعين ولم تستجب إلى العلاجات اللي ممكن يتناولها المريض. هناك انتفاخ يعني الغثيان مع قيء، قد أن يصاحبها فقر دم، يأتي المريض بقابلية للمشي أو سهولة العياء، يحس دائما بالعياء ودائما ممكن أن يكون مع نتيجة فقر الدم. والدم يفقد عن طريق النزف بالخروج وبدون أن يشاف، يكون هذا الفحص عنه بطريق الدم المختفي اللي بالبراز. وقسم من هذه الحالات قد تكون هناك تلون لون الخروج، يصير لون أسود إذا كان النزيف شديد. قد أن يكون هناك تقيؤ دموي عندما يكون هناك بعض الانسداد في المعدة، ويضطر أنه المريض يتقيأ لتفريغ جزء من المعدة والاحتساس بالراحة المباشرة، فقد أن يكون معها أيضا دم. هناك قسم منهم أن يأتي بصعوبة بالبلع، يعني خاصة إذا كان الورم في أعلى البطن. هناك علامات أخرى عندما يكون في انتفاخ في الرقبة من جهة اليسار فوق منطقة عظم الترقوة، أو هناك يحس بانتفاخ أو ثقل في الجزء العلوي من البطن اليمين، الجزء الأيمن من البطن، دلالة على تضخم الكبد. هناك قسم من الحالات يأتي بحالة استسقاء، يعني تجمع سائل في داخل تجويف البلوتون البطن نتيجة الورم انتشاره في داخل تجويف البطن. الألام الشديدة للبطن اللي غير قابلة لتقليلها من خلال العقاقير والأدوية اللي يأخذها المريض استمرارها. قسم من هذه الحالات ممكن أن يكون الورم انتشر ووصل إلى منطقة المستقيم والمبايض، فيكون هناك بعض الآلام موجودة أو خرقة في أسفل البطن. طبعا هذه دائما تكون هناك علامات بسيطة يأتي بها، مثلا الشبع المبكر أيضا، يحس لي المريض أنه بعد أكل بسيط تناول راح يتوقف من الأكل، يحس بالشبع خاصة لما تكون الأورام هذه ضخمة في داخل البطن و غير محسوسة من ناحية المريض. نعم. طيب، هناك أيضا أنواع ومراحل دكتور لسرطان المعدة؟ بالتأكيد كل الأورام هناك مراحل، تأتي بمراحل. هذا الورم يأتي مثل ما بدينا قبل قليل قلنا أنه مجموعة خلايا تبدي تنتشر مع بعضها. هذا الانتشار لهذه الخلايا ممكن يكون أفقي بحجم الورم، وممكن أن يكون بعمق معين للسمك اللي موجود، فيأتي هذا السمك يدخل بجدار المعدة من بطانة المعدة المخاطية إلى طبقة العضلات، ومن بعدها إلى الطبقة الهرجية للمعدة، وبيدخل إلى تجويف البطن. هناك مراحل أيضا في الغدد الليمفية اللي تكون قريبة من المعدة واللي بعيدة من المعدة، كل هذه إحنا نستخدمها لغرض معرفة المرحلة اللي واصلها المريض. وطبعا هناك فحوصات نستدل بها على هذه المراحل اللي هي مراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة. يعني
طيب أيضا بالنسبة للتشخيص، كيف يتم التشخيص؟ هل هناك اختبارات دموية مثل ما أيضا يعني ذكرت في سياق حديثك، أم لابد أن يكون هناك أيضا استقصاءات أخرى دكتور؟ هذه النوع من الحالات نبتدي بالفحوصات اللي هي فحوصات شاملة أو عامة، كان تكون فحص نسبة الدم يعني كريات الدم البيض والحمراء ونسبة الهيموغلوبين والترسب الدم وغيرها من الفحوصات الشاملة للدم، وظائف الكبد أيضا نقيم بها حالة الكبد، قسم من الحالات يكون متأخرة فحيكون عندي رقان وغيرها من الأمور. نبدي بفحوصات أيضا تخثر الدم، هذه كلها فحوصات أولية. هناك علامات، أكو هناك بعض الأورام اللي تستعملها يعني مثل هذه الأورام تستعملها ماركر يعني فد مواد بروتينية خاصة تكون موجودة في الدم أيضا نتحرى فيها عن بعض هذه، خاصة عندما يكون هذه الحالات اللي هي في مناطق يكثر فيها هذا النوع من الأورام. نبدي بالفحوصات الأخرى اللي هي بعد فحوصات الدم، الدم المختفي أيضا من ناحية البراز والفحص الشامل للبراز الخروج. نأتي على الفحص السونار، السونار يؤكد أنه من ناحية تضخم الكبد وإذا كان هناك أكو أي عقد في الكبد، ونأتي على المنظار اللي هو الجزء الأساسي بهذا النوع من الفحوصات، أنه يتم فحص بالمنظار إلى المريء وإلى المعدة والإثنى عشر والتحري على المعدة، وهنا إذا هناك كان أي نتوءات لحمية بوليب يعني موجودة اللي لها قابلية على التحول إلى الأورام يتم رفعها، وأيضا إذا كان هناك أي نوع من التقرح اللي موجود. قسم من هذه الأورام المعدة تكون خارج بطانة المعدة يعني الخجاء المخاطي، وإنما تكون فقط في العضلات اللي موجودة، يعني حتى لو نعملها منظار ما راح نشوف الورم اللي موجود في المعدة. لذلك التحري عن هالنوع من الأورام يستفيد من فحص السونار، الناظور والسونار، يعني هناك السونار من خلال الناظور يطلع لنا طبقات المعدة، ونقدر من عندها نتعرف على المرحلة اللي واصلها أيضا المرض، وإذا كان هناك ورم موجود لعينات السلاستيكا اللي هو يكون هذا السرطان يكون في المعدة ويكون في عضلة المعدة. الأشعة الملونة تعطينا أيضا إذا كان هناك نتوءات موجودة داخل المعدة أو في حجم المعدة وشكلها. الأشعة المقطعية طبعا بالتأكيد هذه تعطينا تفاصيل أيضا للفحص. هناك فحص يسمونه PET يعني بنظائر مشعة أيضا يعطينا دلالات على انتشار هذا الورم. بعدها ممكن أن نأتي بمنظار البطن التشخيصي اللي يعطينا فكرة عن الورم وقابلية استئصال هذا الورم. تقريبا هذه معظم الفحوصات اللي تجرى لها النوع. نعم، نذكر بطرق التواصل على الهاتف 600551414 والرسائل النصية القصيرة على 4006، ونرحب أيضا بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. هناك عدد من الرسائل، أعتقد أم نادية تقول، شوف الرسالة، هل فقر الدم مرض مزمن؟ على حسب كلام الطبيب أو الطبيبة اللي تعالج عنده تقول لي لازم تأخذين مقويات للدم من الأدوية والغذاء، فما رأيكم هل فقر الدم مرض مزمن؟ طبعا لابد أن نعرف السبب دكتور، يعني فقر الدم مثل ما ذكر قد يكون حتى بسبب لا سمح الله يعني شيء بسيط، وقد يكون لا سمح الله بشيء بسبب ورم أو ما شابه ذلك. طبعا يعني فقر الدم هناك أسباب، أما أن تكون أي أسباب في تكوين الدم كان مشاكل في النخاع والأمراض الأخرى اللي لها علاقة فيها، أو هناك فقدان في الدم، وفقدان الدم يتم أما عن طريق اكثار من دم أثناء الدورات بالنسبة للنساء، أو هناك تبول دموي، أو يكون هناك دم من طريق الخروج. هذه طبعا معظم فقدان الدم اللي يكون عن طريق الجسم، أو هناك عدم تخثر في الدم فبسهولة الإنسان ينزف من أجزاء مختلفة من جسمه. فقر الدم بحد ذاته هناك نوع معين يسمى البيرنيشس أنيميا أو فقر الدم يعني الكبيرة تكون
الكرة الدم الحمراء تكون كبيرة لفقدان لقصور في الفيتامين. نعم. هذول يكونون أيضا عرضة إلى الأورام مالت المعدة من ضمنهم، يعني يكونون هذول الحالات إضافة إلى الناس اللي هم عندهم فقط صلة الدم أي أيضا يكونون أيضا عندهم جينات لها قابلية على الأورام. لكن بصورة عامة فقر الدم لازم أن نتحرى عن أسبابه ويا العلاج مالت، لأنه ماكو فائدة تعطي أنت الدواء وهناك فقدان أو هناك خلل، وممكن هذا المرض يكون علامته بسيطة، بداية العلاج مالته بسيطة وتأخره راح يكون على يعني متأخر العلاج. نعم. نعم، هذا ما أردنا طبعا يعني إيصال الرسالة بأن يجب أن نعرف السبب الذي أدى لفقر الدم. فبالنسبة لأم نادية طبعا قد يكون بسبب غزارة الدورة الشهرية على سبيل المثال، لكن هذا حتى هذا الأمر يمكن علاجه لدى طبيب أمراض النسائية، فلا يجوز أن أعالج العرض فقط، يعني بمعنى لدي فقر دم وأتناول الفيتامينات أو الحديد أو كذا. حتى لو كان هناك نقص في الحديد فيجب أن أعرف السبب، نقص في فيتامين B12 لازم أعرف السبب، نقص في الفيتامينات الأخرى يجب أن أعرف السبب. فبتمنى من الأخت أم نادية إذا كان لديها تقرير أن ترسل التقرير على الواتساب على 0526299997. وطبعا هناك أيضا رسالة أخرى تتعلق أعتقد في موضوع القولون. عندي أنا عندي التهاب بالجهاز الهضمي كاملا وأخذت علاج ولم أشفى لحد الآن. طبعا ما بعرف ما المقصود بأنه عندي التهاب بالجهاز الهضمي كاملا. هو ممكن أن يكون هناك قسم من الناس اللي خاصة يتناولون مضادات حيوية لفترة طويلة، أن يعني يسبب لهم نوع من الفطريات تكون موجودة في المريء وفي المعدة وفي الأمعاء، تسبب لهم حالات الإسهال. هناك قسم من الناس اللي يكون عندهم التهاب قولون تقرحي، أيضا ممكن يكون هناك أجزاء متعددة من أو كرونز ديزيز أيضا يكون. أما أن يكون التهاب فقط، كان يكون التهاب في أسفل المريء نتيجة الارتجاع أو الالتهاب في المعدة نتيجة التحسس للغذاء أو الفود انتولرانس اللي يصير عند قسم من الناس، أو في نهاية المعدة أيضا يكون أيضا نوع من عين من هذه الالتهابات. وواحد من أهم أسباب أيضا السرطان هو التهاب المعدة المزمن يعني. فبالتأكيد هذا النوع من الالتهابات يجب أن يتحرى عليها، كان يكون كان إن كان سببها لفطريات أو كان سببها لأنواع معينة من الأغذية، أو هناك أسباب أخرى تتعلق بأنواع من الفيروسات أو أنواع من البكتيريا. وبالتأكيد البكتيريا في المعدة هي واحدة من أهم أسبابها، وهناك بكتيريا مشابهة لبكتيريا الإتش بايلوري أيضا تعتمدت الآن لأمراض أخرى بالجهاز الهضمي مشابهة لها ومشابهة لأورام ومشابهة للتدرن. أيضا هناك بكتيريا مشابهة لهذا الجيل، وطلعت الآن أنواع مختلفة من هذه أنواع من البكتيريا وتعطي علامات مختلفة. نعم، هو يقول أو تقول نعم التهاب قولون تقرحي والتهاب بالمعدة والقولون. نعم أي، فبالتأكيد هذا هناك أكو أدوية نعطيها للمرضى تتراوح ما بين 6 إلى 9 شهور. معظم هذه الحالات تستجيب لهذا النوع من العلاجات. قسم من هذه الحالات تحتاج مكملات إضافية، وقسم منهم يحتاجون إلى حقن حسب الإصابة ومكان الإصابة في الجهاز الهضمي. نعم. يحتاجون متابعة من خلال المنظار وأخذ العينات لمتابعة تطور الالتهاب اللي موجود. عند ما يتفاقم هذا، كل ما يكون هذا المرض في سن مبكر كل ما يكون شدته أكثر من الحالات اللي هي متأخرة بالعمر. يفضل دائما هذه النوع من الحالات أن تراقب وتتابع بشكل دوري، لأنها لها قابلية على أن تتحول إلى أورام في القولون خاصة، فيرفع القولون قبل لا يتحول لهذه المراحل المتأخرة. نعم، كل الشكر للدكتور عصام عبود استشاري الجراحة العامة والمناظير الجراحية بمستشفى الإمارات في الجميرة. دكتور عصام شكرا جزيلا لهذه المعلومات. أهلا وسهلا.